not repurposing. Drug repurposing is also called drug repositioning, reprofiling, or retasking. It's a strategy for identifying new uses for approved or investigational drugs that are outside the scope of the original medical indication. The advantages of drug repurposing are many. One of them, the most important, is the risk of failure is lower. When I start a drug from the first place, and I work on the indication, and I work on the molecule, and how الريسك اوف فيلير كبير انه ممكن الموليكيول ما تصنعش كويس او يحصل مشكله بعد ما يتصنع ما يديش الانديكيشن اللي كان المفروض يشتغل عليه. انما في الدراج ريبوزنج انا اوريدي عندي دراج واخد ابروفال او انفستيجيشنال واوريدي الريسك اوف فيلير في التصنيع بقى مش موجود. ثاني ادفانتج ان التايم فريم فور دراج ديفلوبمنت كان بي ريديوست. ان لو انا بعمل كونفنشنال دراج ديسكفري من اول وجديد الموضوع على ما يمر بالمراحل دي كلها بياخد من 10 سنين ل 17 سنه. انما انا لو عملت دراج ريبوزنج الموضوع بياخد من 3 سنين ل 12 سنه كمتوسط وممكن اقل من كده لو الدراج اوريدي استابلش والانديكيشن بتاعه ديسكفرد. ثالث ادفانتج ان ذيس انفستمنت از نيدد. المعروف ان الكوست اوف برينجينج ا نيو دراج تو ماركت اباوت 2 to 3 بليون دولار. انما الريبوزنج بياخد حوالي 300 مليون دولار. فطبعا الفرق ما بين الانفستمنت كبير جدا في الريبوزنج عن النيو دراج فورميشن. رابع حاجة إن الدراج ريبوزنج كونسيبت ده يعتبر ريسكيو إف ذا دراج هاد أذروايز فيلد فور إتس برايمري إنديكيشن. يعني لو أنا عامل دراج فور إنديكيشن معين وديدنت ميت ذات إنديكيشن في الكلينيكال ترايلز أنا ممكن أدور له على إنديكيشن تاني يميت فيه وهيجي دلوقتي أشهر مثالين في الموضوع ده. وفاينالي إن هو يعتبر ريسكيو إن بانديميكس زي مثلا المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي مرحلة الكورونا. إن كل الشركات الأدوية دلوقتي أو الكلينيكال ترايلز أو المنظمات الكبيرة بتشتغل على ادراج ريبوزنج لان صعب ان انا استنى 12 سنه ولا اكتر على ما اصنع دراج جديد ضد الكورونا في حين ان انا محتاج دراج سريع. لحد دلوقتي في حوالي 25 دراج ريبوزنج ترايلز اتعملوا للكورونا زي الهيدروكسيكلوروكين والكلوروكين والاميونوجلوبولينز والريميدسفير والانترفيرونز واذر دراجز كلهم عباره عن دراج ريبوزنج ترايلز اجينست ذا كورونا فايروس. الهيستوري هيستوريكالي الكونسيبت اوف دراج ريبوزنج هاز بين لارجلي اوبورتونستيك اند سيرندبيتيوس. سيرندبيتيوس يعني هو جه كده بمحض الصدفه. ما كانش مترتب ليه او كان ليه اي سيستميك ترايلز او كان متحطط له خطوات هو اكتشف صدفه. والموست سكسسفول اكزامبلز اوف دراج ريبوزنج هم السيلدينافيل والسيلدوماين. ان السيلدينافيل اللي هو الفياجرا اول ما اتصنع كان المين انديكيشن بتاعه اللي هم عايزين ياخدوا ابروفال اللي هم يشتغلوا بيه على الانجينا ان يعمل كورونا ريفرس بلاكيشن مشتغل انجينا وهو يعتبر يعني شبه فيلد في الانديكيشن ده. وفي الريتروسبكتيف كلينيكال ترايلز لقوا ان كل العينين اللي خدوا سيلدينافيل الاريكشن بتاعهم بقى احسن واللي كان عندهم ريكتال ديسفانكشن حصل لهم امبروفمنت. فعملوا دراج ريبوزنج وغيروا الانديكيشن بتاعه خالص من انجينا الى ريكتايل ديسفانكشن. وبعد ما كانوا هيخسروا ملايين في استيميت بيقول ان هم كسبوا حوالي 700 مليون دولار من الانديكيشن بتاع الريكتال ديسفانكشن. وتاني دراج اللي هو الثاليدومايد. ان الثاليدومايد كان معمول برضه فور اذر انديكيشن وبرضه بالكلينيكال ترايلز لقوا ان هو ليه فيري جود افكت على الريثيما هيدروزم ليبروزم وفي المالتيبل مايلوما. وده كله كان عن طريق السيرندبيتي اللي هو عن طريق محض الصدفه. الكرنت ستيت هم شركات الادويه لما لقوا او الساينتستس لما لقوا ان دراج ريبوزنج ده دي الادفانتج ديت ممكن يعمل ريسك للدراجز وممكن يفتح سكوب جديد ان انا استخدم دراجز في اذر انديكيشنز بدا يبقى فيه توجه ان انا اعمل سيستميك ستيبس اقدر اعمل بيها دراج ريبوزنج فور ذا تريتمنت اوف بوست كومن اند رير ديزيزز. الاكزامبلز اللي اتعمل لها سيستميك ترايلز وستيبس محدده عشان نعمل دراج ريبوزنج الزيتوفيودين من الكانسر للاتش اي في، الميوكسيديل من الهايبرتنشن للهير لوس، السيلدينافيل من الانجينا للريكتال ديسفانكشن، الثاليدومايد للمورنينج سيكنس، الاريثيما نودوزم والمالتيبل مايلوما. واشهر واحد في العصر الحالي دلوقتي ذا نيو ايرا هو الريتوكسيماب. الريتوكسيماب كان اول الانديكيشن بتاعه ان احنا نشتغل على بعض الكانسرز والبي سي كانسرز. دلوقتي بقى بيستخدم في الروماتويد ارثرايتس وفي اللوبس وفي اللوبس نفرايتس وفي اذر اوتو ايميون ديزيزز وفي اذر مالجنسز بصوره واسعه جدا. وكل ده معمول عن طريق دراج ريبوزنج. الستيبس بقى السيستماتيك ستيبس المرتبه اللي اتعملت الابروتش اللي اتعمل عشان اقدر اعمل دراج ريبوزنج ناجح هم ثلاثه ستيبس. رقم واحد ايدنتيفيكيشن اوف ا كانديديت موليكيول فور ا جيفن انديكيشن هو الهايبوثيسيس جنريشن.
ان انا اقول ان الدراج ده او المولوكيول ده انا اقدر استخدمه في ايه تاني. دي اول خطوه. ثاني خطوه ان انا ابدا اعمل ميكانيستك اسسمنت اوف دراج افكت في البري كلينيكال مودلز، واخر خطوه ان انا اعمل ايفالويشن اوف الافيكاسي ان فيس 2 كلينيكال ترايلز. خطوه 2 وخطوه 3 ديت تعتبر هي هيها في نيو دراج فورميشن وفي دراج ريبروبوزنج، انما الخطوه الاولى اللي هتوفر لنا حوالي 8 سنين او 10 سنين من النيو دراج فورميشن هي اهم خطوه، هي الهايبوثيسيس جينيريشن. وعشان يحاولوا يسرعوا العمليه ديت ويسهلوها بداوا يحطوا داتا بيز واضحه او ستيبس واضحه في الهايبوثيسيس جينيريشن، ازاي يبقى انا عندي دراج موجود واعمل له انديكيشنز جديده استخدمه فيها وتبقى الانديكيشنز دي ناجحه من غير تايم ويست ولا كوست ويست. فحطوا سيستميك ابروتش وبداوا يعملوا خطوتين اثنين، الخطوه الاولى كومبيوتيشنال ابروتش والخطوه الثانيه اكسبيرمنتال ابروتش. الكومبيوتيشنال ابروتش اللي هو باستخدام الكمبيوتر باستخدام النيو تكنولوجي. والكمبيوتيشنال ابروتشز ار لارجلي داتا دريفن، ذي انفولف سيستماتيك اناليسيس اوف داتا اوف اني تايب زي الجين اكسبريشن او كيميكال ستراكشر او جينوتايب او بروتونيك داتا او الكترونيك هيلث ريكورد. كل ده اقدر اعمل فورميوليشن واقدر احدد يا ترى الدراج ده ينفع في ايه؟ يا ترى اقدر اعمل له ريبوزنج الانديكيشن ايه؟ والكمبيوتيشنال ابروتش ده بداوا يحطوا له حاجات ندور فيها. اول حاجه حطوها هي السيجنتشر ماتشنج، ان اكيد الدراج اللي معمول ده ليه سيجنتشر معينه على السيلز، ليه سيجنتشر معينه مع الديزيز، او ليه سيجنتشر معينه قد تكون مشابهه لنفس السيجنتشر بتاع دراج تاني بيستخدم في انديكيشن تاني. فبداوا يحطوا لنا ثلاث حاجات نقارن ما بينهم، ان انا اقدر اقارن الدراج بتاعي ده بدراج تاني او اقارنه بديزيز لو جينوتايب معين او جينيتكس ابنورماليتي حصلت في ديزيز معين ونفس الدراج بيحاول يشتغل عليها، والكلينيكال فينوتايبس. وبداوا يطلعوا لنا السيجنتشرز ديت، فطلعوا لنا سيجنتشرز كتيره جدا لكل دراج، ان الدراج ده ممكن يكون ليه ترانس كريبتونيك سيجنتشر عن طريق الار ان ايه، او بروتيومك سيجنتشر عن طريق البروتينز، او ميتابوليك سيجنتشر عن طريق ان هو يغير في الميتابولايتس بتاعت السيلز، او كيميكال سيجنتشر عن طريق تغيير الكيميكال ستراكشر بتاع السيلز او الريسبتورز او اللايجاند اللي هيمسك فيه. واخر حاجه استفادوا بيها كمان الادفيرس افكتس، الادفيرس افكتس وعملوا ادفيرس ايفنت بروفايل، ان احنا ممكن نستخدم الادفيرس افكت بتاع الدراج ده ان انا استخدمه في انديكيشن تاني عن طريق الادفيرس افكت. وماتشنج ترانسكريبتونيك سيجنتشرز ده كان بيوز تو ميك دراج ديزيز كومباريزونز او دراج دراج كومباريزونز. يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات، الكومباوند اللي هو الدراج بتاعي، والجينيتكس اللي بتحصل داخل الخليه، والديزيز فينوتايب والكلينيكال بيكشر الادفيرس افكتس اللي ممكن تحصل. ولما ابدا اعمل مقارنات ما بين الثلاثه هوصل لعدد كبير جدا من الكومباريزونز، اكيد في واحده او اثنين او ثلاثه هقدر استخدمهم ان انا اوصل الى نيو بيربوز فور ذا دراج. ولما بداوا يسمبليفاي العمليه ديت قالوا خلاص احنا عندنا ديزيز وعندنا دراج، فيبقى عندي دراج دراج سيميلاريتي ماتريكس هدور فيها، ديزيز ديزيز سيميلاريتي ماتريكس هدور فيها، ودراج ديزيز سيميلاريتي ماتريكس هدور فيها. بالتفصيل كده السيجنتشر ماتشنج دي بتتعمل ازاي؟ لو انا هبدا اعمل دراج ديزيز كومباريزون، فانا هشوف الترانسكريبتونيك سيجنتشر اوف ا بارتيكولار دراج ديرايفد باي كومبيرنج ذا جين اكسبريشن بروفايل اوف بيولوجيكال ماتيريال such as a cell or a tissue before and after treatment with the drug. ان انا لما اديت الدراج للعيان ده ايه الجينيتك تشينجز اللي حصلت جواه، ايه السيتوجينيتكس اللي اتغيرت في الخليه، او ايه الترانسكريبتونيك سيجنتشر اللي ظهرت من الدواء. وبعدين الجين اكسبريشن سيجنتشر ده ابدا اعمل له كومبير بالديزيز اسوشيتد اكسبريشن بروفايل. احنا طبعا عندنا داتا بيزز موجوده في العالم كله ان كل الديزيز الفلاني بيحصل فيه سيتوجينيتكس كذا وكذا، والديزيز الفلاني بيحصل فيه جينيتك ابنورماليتي كذا وكذا، والديزيز الفلاني بيبقى السبب اللي فيه ان حصل جين اكسبريشن الفلاني. فبالتالي انا لما اشوف الجين اكسبريشن سيجنتشر بتاع دراج والجينيتكس اللي اتغيرت واشوف الجين اكسبريشن بتاعت الاذر ديزيز واعمل كومباريزون ما بينهم، ممكن اوصل الى ان نفس الجين ابنورماليتي اللي حصلت في الديزيز الفلاني الدراج اللي معايا بيقدر يشتغل عليها، وبالتالي اقدر اعمل له ريبوزنج على الديزيز ده. تاني حاجه هي دراج دراج كومباريزون، ان انا اشوف الشيرد ميكانيزمز اوف اكشن والجينيتكس اللي حصلت من دراجز. لو انا عندي دراج جديد وبيعمل جينيتك ابنورماليتي معينه اقدر اشوف الاذر دراجز اللي موجوده في الماركت وناجحه حتى لو بتشتغل على انديكيشنز اخرى، لو هي بتشير نفس الجينيتك افكشن اقدر استخدم نفس الدراج في نفس الانديكيشن الاخر ده، والبرنسبل ده بيسموه جيت باي اسوسيشن. ازاي بقى هعمل كومبير؟ يعني انا هجيب الداتا دي منين؟ من الحاجات اللي الواحد هو بيقراها خد باله منها ان في ثلاثه ويب سايتس ومفتوحين لاي شركه ادويه او اي حد عايز يخش يشوفها، فيهم كل الجين اكسبريشن داتا او معظم الجين اكسبريشن داتا بتاعت الدراجز وبتاعت الديزيزز المكتشفه حتى سنه 2006،
اشهر ثلاث مواقع اللي موجود فيهم الداتا ديت هي الكونكتيفيتي ماب سكيما والجين اكسبريشن اومني باس والاري اكسبريس، ودي اللينكس بتاعتهم وهم موجودين، يعني ممكن تدخل تقوم تبدا تدور على الجينيتكس والجين بروفايلز والسايتوجينيتكس بتاعت الديزيزز والجين اكسبريشن بتاع الدراجز، وتبدا تعمل كومباريزون للدراج بتاعك بالداتا اللي اوريدي موجوده. دي كانت الترانسكريبتوميك او الجينيتك سيجنتشر. تاني حاجه اللي انا اقدر استخدمها استخدم الكيميكال سيميلاريتي. And this can be done by comparing the chemical signature of one drug with that of another drug to see whether there are chemical similarities could suggest the shared biological activity. لو هو بيعمل تغير معين في الخليه او بيمسك في ريسبتور معين او في ليجند معين، ودي بيسموها الموليكولار دوكينج، ان انا اشوف الدراج ده بيعمل دوكينج على انهي ريسبتور او انهي ليجند او بيمسك مثلا في انهي بروتين او بيغير انهي تيروزين كينيز او بيغير انهي كينيز بروتين، واشوف لو في دراج تاني ليه نفس الايفكت ده يبقى انا ممكن استخدمه في نفس الانديكيشن بتاعه. الادفيرس ايفكت بروفايل اقدر استخدمها بطريقتين اتنين. الطريقه الاولى ان انا اشوف الادفيرس ايفكت سيجنتشر بتاع الدراج الى الادفيرس ايفكتس اللي بيعملها، واشوف الادفيرس ايفكتس بتاعت الاذر دراجز، ولو هما شيرد يعني لو الدواء ده بيعمل نفس الادفيرس ايفكت بتاع دواء تاني يبقى اكيد في شيرد ميكانيزم اوف اكشن، هما الاثنين بيعملوا نفس الادفيرس ايفكت، وبالتالي ادور على الميكانيزم اوف اكشن ديت وممكن من خلالها اوصل الى النيو انديكيشن. تاني حاجه ان انا اشوف الادفيرس ايفكت بتاع الدراج دي واستخدمها بطريقه عكسيه، ان ممكن الادفيرس ايفكت ديت تكون هي مفيده لديزيز معين تاني، وبالتالي اقدر ادور على شيرد باسويز او شيرد فيسيولوجي ما بين الدراج وما بين الاذر ديزيزز واقدر اوصل للنيو انديكيشن بالدراج. واخر حاجه اللي هي ريتروسبكتيف كلينيكال اناليسيس، ان انا بعمل الكلينيكال ترايلز فيس 2 فيس 3 لاي نيو دراج، وببدا اشوف كل سايد افكتس واشوف كل الكلينيكال اناليسيس واشوف كل الريبورتس اللي البيشنتس بيريبورت اثناء تعاطي دراج، ممكن اوصل لنيو انديكيشن. وقلنا ان اشهر مثال في الريتروسبكتيف كلينيكال اناليسيس هو السيلينافيل والسالدومايد. دي كانت ستيب 1 اللي هي الهايبوثيسيس جنريشن، وكانت اول طريقه تستخدم عن طريق كومبيوتيشنال ابروتشز وكمبيوترز وداتا بيسز والنيوتكنولوجي. الطريقه الثانيه اللي هي الاكسبيرمنتال، ان انا احاول انشئ نيو انديكيشن للدراج عن طريق الاكسبيرمنتال تكنولوجي، ودي بنستخدم فيها بايندنج اسيز زي الافينيتي كروماتوجرافي زي الماس سبكترومتري واذر اسيز، وان انا ابدا اخلي اعمل اكسبيرمنت الدراج الفلاني ده اشوفه هل يقدر يشتغل على الريسبتور الفلاني، هل يقدر يمسك في اللايجند الفلاني، هل يقدر ياثر على البروتين الفلاني. واشهر مثال اتعمل بيه اكسبيرمنتال ابروتش واتعمل فيه ريبربوزنج كان التيروزين كايناز انهبيتور كريزوتينيب، وده اللي عمل لنا كل النيو فاميليز اوف التيروزين كايناز انهبيتورز. والمثال الثاني البي سي ار ايبل انهبيتورز الايماتينيب، ان هو طبعا كان في الاول معمول كبي سي ار ايبل انهبيتور بيستخدم في السي ام ال واذر هيماتولوجيك ديس اوردرز، ولكن دلوقتي لو ان هو بيشير ميكانيزم ان هو بيشتغل على الكيد دريفن جاسترو انتستاينال سترومال تيومرز، واوريدي بقى بيستخدم في الجاسترو انتستاينال تيومر تيومرز بسايد النيو فاميلي زي النيوتينيب والداساتينيب والبوناتينيب. ذا كونكلوجن ان دراج ريبربوزنج ده ليه فوائد كتيره جدا، ان هو الريسك اوف فيلير اقل بكتير من نيو دراج، التايم فريم اقل بكتير من نيو دراج فورميشن، يعتبر ريسكيو لو الدراج فيلد في البرايمري انديكيشن بتاعه، يعتبر ريسكيو في البانديمكس، اقدر اعالج بيه الريد ديزيز اللي ما لهاش علاج لحد دلوقتي لو انا قدرت اوصل للميكانيزم اوف اكشن او الليجند او الريسبتور اللي بيشتغل عليه. ودي الطرق المستخدمه في الدراج ريبوزنج، اللي باللون الازرق دول الكمبيوتيشنال واللي باللون الاخضر دول الاكسبيرمنتال، وبالتالي هيبقى عندي احتمالات كبيره جدا لكل دراجز لما ادور في الجينيتكس والفينوتايب والاستراكشر والاسي والاومنكس والتكست، وابدا اعمل ريبوزيشننج لكل دراجز عن طريق الميكانيزمز اوف اكشن بتاعتها، ممكن نوصل لنيو انديكيشنز اوف اوريدي بريزنت دراجز تو ريسكيو رير اند كومن ديزيزز. ثانك يو اند رمضان كريم.